السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومع فيديو جديد. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اقتراح ديال اليوم ان شاء الله هما فخيطات ديال الدجاج بطريقه اللي مغايره، بواحد التتبيله اللي بسيطه، والاهم انها كتجي لذيذه بزاف، ما فيهاش بزاف ديال التحضيرات. وجبه اللي سهله وخفيفه وكتوجد بسرعه. ان شاء الله تجربوها وانا متاكده انها غادي تعجبكم. ما نطولش عليكم، خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة لهذه الوصفة غادي نحتاج لها القطع ديال الدجاج. انا هنا درت فخيطات ديال الدجاج، تقدروا ديروا حتى دجاجة كاملة تقطعوها طرف او نص دجاجة، يعني على حسب عدد افراد ديال الاسره. احنا هنايا عندي تقريبا 8 ديال القطع ديال الدجاج. بالنسبه للعطريه اللي غادي ندير معاهم، عندي هنايا الملحه، التحميره، شويه ديال زريات القزبر، سكينجبير، وشويه ديال البصل. هادي العطريه اللي غادي نحتاج. وغادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال زيت العود. غادي نشرب لهم مزيان باش هاد العطريه تدخل فيهم، نعاود نطلقها. من بعد ما شرملتهم كما كتشوفوا، دابا غادي نغطيهم بسلوفان وغادي نخليهم يعني على الاقل واحد الساعه باش يشربوا هاد الشرموله كيجيو بنان. واذا كان عندكم الوقت تقدروا تشرملوهم يعني ليله من قبل. انا غادي نخليهم فقط واحد الساعه وندوزو باش نوجدوا التحضيرات الاخرى. بالنسبه للخلطه اللي غادي نحتاج للدجاج، غادي نستعمل جوج دانون طبيعي، جوج ياغورت طبيعي، غادي نضيف عليه معلقه كبيره ديال عسل حامض، غادي نضيف كذلك معلقه ديال المطار، غادي نضيف معلقه كبيره ديال المعدنوس، وغادي نضيف واحد جوج دروس ديال الثوم. غادي نخلط هذه الخلطه، وغادي نضيف كذلك واحد القليل ديال الملحه، فقط القليل حيت ديجا الدجاج راه عندنا فيه العطريه وفيه الملحه. غادي نخلطها مزيان ونعاود نطلق الخلطه. دابا هي عندي واجده، هنا عندي لا شابلوغ، وهنا الدجاج اللي شرملت. انا خليته فقط ساعه، ما كانش عندي الوقت، يعني من الاحسن انكم تخليوه ليله كامله كيشرب اكثر كيجي لذيذ بزاف. غادي ناخذ هاد الفخيطات وغادي ندوزهم في هاد الشرموله، ومباشرة غادي نحطهم فوق لاشابلوغ بنفس الطريقة. يعني قلتلكم تقدروا تستعملوا يعني حتى دجاجة هاكا مقطعة طرف، ماشي ضروري غير الفخيطات، فبهاد التتبيلة كتجي زوينة بزاف. نحطها في لاشابلوغ، غادي نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الكمية ديال الدجاج كاملة اللي عندي. من بعد ما دوزتهم في ديك الشرموله، دابا درتهم في لاشابلوغ، وغادي ندير لهم مزيان لاشابلوغ، هي اللي كتعطيهم ديك التقرميشه فاش كيطيبوا. ودابا غادي نحطهم في المول اللي غادي يدخل في الفرن.
غادي نكمل بنفس الطريقه حتى تسالي كاع الفخيضات اللي عندي هنا. من بعد ما دوزتهم كاملين في لاشابلور، دابا فوق كل قطعه غادي نوضع طريف ديال الزبده هكا صغير. في هاد الاثناء انا ديجا درت الفران كيسخن على درجه حراره 200 المده ديال الطياب ديالو 40 دقيقه. في 40 دقيقه راه كافيه، كيجي محمر وكتدخلو طياب مزيان. غادي نستمر بهاد الطريقه، نكمل كاع الزبده اللي عندي. ونسيت ما قلتلكمش بانني قبل ما شرمو الثوم راني ثقبتو شي شويه بالموس باش يدخلو الشرموله ويدخلو الطياب. غادي ندخلو الفران يطيب ونعاود نتلاقاو. وهادو الفخيدات هما طابو ووجدو، يلا كي خرجتهم من الفران مازالين سخونين، غادي نتسنى عليهم واحد شويه يبردو ونتلاقاو مع الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. كما كتشوفوا كيجي مقرمش وكيجي زوين بزاف، ولد ما نقولكمش كيجي لذيذ بزاف، ما كياخدش واحد الوقت كبير في الطياب. وحتى يعني المقادير اللي فيه ماشي شي حاجه اللي كبيره. كنتمنى انكم تجربوه ولا متاكده انه غادي يعجبكم. بالصحه والراحه، وخليت لكم الراحه.